مساء الخير يا حبايب، عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم القطايف. هنجيب الذرة بتاع الخلاط وحط فيهم 2 كوباية ميه دافيه، حبه سكر، خميرة فورية، كوباية سميد بسبوسة، كوبايتين دقيق، حطينا كوباية، نحط معلقة بيكنج باودر، نضربها في الخلاط ونحط الكوباية الدقيق التانية. نجيب الكوباية التانية نحطها، حاساها تقيلة شوية عشان نوع الدقيق، نزودها ميه دافية برضه، نشيل دول نعيد ضربة كمان. نجيب الاسباتيولا ونقلب كده عشان كله يتوزع. نقلب تاني، نضرب تاني، خلاص كده نسيبها تخمر شوية بتاع 10 دقايق وارجع لكم. هنا يا جماعة نجيب مصفى او صفاية شاي، نصفي الخليط كده، نجيب معلقة تانية، انشف، ترجمة
هخلص وارجع لكم تاني. هنا يا جماعة، ادي هنا جريل، انا هعملها في جريل. زيت في حتة قطن منديل كده، دهن الزيت بس. نجيب الولاعة، ولا الغاز. بصوا يا جماعة، انا غلطت غلطة بس الحمد لله ظبطتها. العجينة ما تصفاش لان فيها سميد، والسميد ما يصفاش، فانا رجعت وهتصبتها كده اهو، بس نصيبه يعني حلو يعني. جبت فوطة نظيفة عشان احط عليها بالمغرفة كده، طلعت كبيرة، طلعت كبيرة. مش مهم من اول واحدة، الواحد بيتعلم. نجيب تاني، دي اول كبيرة اللي انا عملتها. بصوا يا جماعة اهي، اهو اهو، شايفين يا جماعة تانية شقت، معلش شايفين زي الفل. نطلع دي، حط تاني، شايفين يا جماعة عشان تعرفي ان هي استوت، ان البياض ده خالص كله لازم ينتهي خالص كده عشان تتأكدي ان هي استوت.
وتشيليها كده وتحطيها في تحت الفوط، في فوطة كده. لازم تتأكدي ان العجينة خلاص انتهت. بص يا حبايب، يبقى طايف خلاص اهي. بص القطايف اهي جميلة طرية. بصوا احشيها وارجع لكم تاني. يلا يا حبايب نحشي مع بعض بقى. ديت خلطة سوداني، جوز هند، زبيب، حبة سكر. شايفين؟ اي نعم، هي طلعت غامقة شوية من تحت عشان خاطر الجريل. لازم تتحط في فوطة عشان تطرى، لو ما تحطتش في فوطة هتفضل ناشفة. حبة قطايف عسل. شايفين يا حبايبي عملنا كمية قد ايه؟ نعلي النار شوية على الزيت. ونيجي نقلي بقى. أظن العجينة سهلة جدا في الخلاط، كله في الخلاط. تعملي الحاجة بإيدك أحسن من تشتريها بره. نقلب كده. نقلب كده. طب انا عاملة السيرب مجهزاها من امبارح. عبارة عن ايه؟ كوباية سكر او كوبايتين سكر، كوباية مية، وعصرة ليمونة. وبعد ما تطفي عليها تروح حاطة عليها شوية فانيليا، هتبقى زي العسل.
دي مش محشية بس تهقليها شكلها حلو. هي عطت لون غامق عشان عاملاه في الجريل، واول مره اجرب فيه حاجه زي كده، كانت تجربه يعني. قلت حاجه واسعه يعني وعشان تكفي. بس المهم الطعم والشكل برضه. وطي النار شوية عشان هتلسع. ايه رأيكم بقى يا شباب ونرش السيرب كده عليها على الوش؟ شايفين عسل، بس مش هكتر عشان احنا منحبش ايه الحاجات المحلية كتير. ونرش عليهم شوية مكسرات. ألف هنا وشفا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة.